الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله، الفيديو الثالث او الحلقه الثالثه من السلسله اللي وعدتكم بيها، اللي هي بنتكلم فيها عن المعدات. اتكلمنا في اول حلقه عن الترايبود وايه افضل ترايبود للمبتدئين على اليوتيوب وامكانياته. الحلقه الثانيه وكانت مهمه جدا اتكلمنا عن الاضاءه. ان شاء الله النهارده الحلقه الثالثه والاخيره في سلسله المعدات هنتكلم فيها عن حاجتين. هنتكلم فيها عن انك ازاي تحول موبايلك او كاميرا موبايلك لكاميرا احترافيه، وايه البرامج اللي ممكن تساعدك في الموضوع ده، وهيبقى برضه في جزء بسيط عن المايك اللي انا بشتغل بيه، لان في ناس برضه كانت سالتني عليه. قبل ما نبدا الفيديو كالعاده، ما تنساش بعد اذنك لو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه وعجبك محتوى القناه، يا ريت تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك ان شاء الله عشان يوصلك كل الفيديو. ندخل بقى في موضوع الفيديو بتاعنا. لو انت حابب تبدا على اليوتيوب يبقى انت محتاج كاميرا. الكاميرا مش لازم تبقى كاميرا احترافيه، اقل كاميرا بامكانيات معينه. انا دورت في الموضوع ده، قال لي كاميرتها داخله في حوالي 6000 جنيه. فكان الموضوع صعب شويه بالنسبه لاي حد مبتدئ على اليوتيوب، يعني اغلبنا مش هيقدر يدفع الفلوس دي في كاميرا لسه مبتدئ، وممكن يقول لك يا عالم هنجح ولا لا. طيب ايه انسب حل؟ انسب حل كاميرا موبايل. 90% من الموبايلات فيها كاميرات ممكن تبدا بيها على اليوتيوب، بس الموضوع بيحتاج انك بتستخدم بعض البرامج. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هقول لك ايه احسن اتنين من البرامج او برنامجين تستخدمهم في الموضوع ده. في برنامج منهم مجاني موجود على جوجل بلاي، وفي برنامج منهم كان مجاني بس للاسف بقى بفلوس. ان شاء الله هحاول احط لك اللينك النسخه القديمه بتاعته اما كان مجاني، ان شاء الله هحطها لك في وصف الفيديو. اول تطبيق معانا النهارده وهو تطبيق اوبن كاميرا. تطبيق اوبن كاميرا ده تطبيق مجاني موجود على جوجل بلاي، بتقدر بتنزله، بيديك بعض الخصائص وبعض الامكانيات زياده على كاميرا موبايلك اللي مش موجوده في تطبيق الكاميرا الاساسي اللي موجود على تليفونك. طب نروح كده الموبايل ونشوف ايه امكانيات التطبيق وايه الحاجه اللي ممكن بتضاف على الكاميرا. هنبص كده على التطبيق، برضو هنشرح بشكل عملي على مكعب روبيك. لو بصينا على الامكانيات، اول حاجه بنبص هنا بنلاقي الفوكس. ده الفوكس يستحسن ان الفوكس تخليه دايما على الاوتو عشان ده بيكون افضل حاجه، ما تلعبش في الفوكس عشان ما تبوظش الصوره. تمام؟ طيب الريزوليوشن بتاعك اهم حاجه، يبقى ريزوليوشن 1920 في 1080 لو هتصور فيديوهات على اليوتيوب. خلي السبيد نورمال، الجريد يا ريت يكون فيه جريتش، دي بتاعتك طبعا، بس خلي الجريد دايما يكون يعني اهو زي ما انت شايف، خليه دايما 4 في 2 او 3 في 3، ده بيساعدك انك بتظبط الصوره على الترايبود لما بتيجي بتصور بشكل افضل. نروح على علامه الترس اللي موجوده في البرنامج فوق على ايدك الشمال، هنلاقي ان في بعض الامكانيات الاضافيه ابتدت تظهر. الامكانيات دي بتساعدك انك تتحكم في جوده الصوره، جوده الفيديو، نوع الصوره، وامتداد الفيديو اللي انت عايزه. طيب لو بصينا على اهم امكانيه موجوده في البرامج دي او البرنامجين دول، سواء كان المدفوع او المجاني، هتلاقي ان البرامج دي بتساعدك على اختيار الاوديو سورس. طب ايه لازمه الميزه دي؟ الميزه دي بتخليك انك بتختار المايك اللي هتسجل. طبيعي اي حد بيبدا على اليوتيوب بيختار او بيشتري مايك عشان يسجل بيه مايك خارجي، لان مايك التليفون او المايك الخاص بالتليفون اللي انت بتسجل منه او عامه بتسجل عليه ما بيكونش يعني ذات جوده شويه وبيبقى فيه شويه نويز، فطبيعي انك تجيب مايك. فالامكانيه دي بيسمح لك انك تسجل من مايك خارجي، مايك اكسترنال. المايك الاكسترنال ده هنشرح برضو الجزء دلوقتي ان شاء الله في الفيديو، حته المايك الاكسترنال وايه افضل مايك ممكن تجيبه. بس دي لازمتها لان بعض المايكات ما بتشتغلش على التليفونات بشكل اوتوماتيك، لازم تخش من البرنامج وتعرف المايك وتقول للبرنامج ان في مايك خارجي ممكن اسجل منه. الميزه دي مش موجوده على البرنامج الافتراضي بالتصوير الخاص في الموبايل. تاني برنامج معانا وهو برنامج 4K كاميرا برو، وده البرنامج اللي انا شخصيا بستخدمه وبفضله. كان فتره اول ما نزل كان مجاني، وللاسف دلوقتي بقى بحوالي 70 او 100 جنيه على جوجل بلاي، بس ان شاء الله هحاول اوفره لكم بشكل مجاني في مواقع حاطاه بشكل مجاني، ان شاء الله هنحاول اسيب لكم لينك. البرنامج ده زي ما احنا شايفين فعليا بيحول لك كاميرا التليفون لكاميرا احترافيه. لو جينا كده شرحنا
البرنامج اهم حاجه في امكانيات البرنامج ان زي ما قلنا لو دخلت هنا على اللي هي هتلاقيها فوق على ايدك الشمال اللي هي اف اتش دي 30 فريم في الثانيه مفيش مشكله. اهم حاجه انك تخلي ريزوليوشن 1080 زي ما قلت لك، لان ما اعتقدش ان يبقى فيه اقل من كده على اليوتيوب، لازم يعني دي تبقى افضل حاجه وتعتبر حاجه متوسطه، ما دخلناش في 4K او اقل من كده، فيستحسن او يفضل انك تخليك في ال 1080. تمام. طيب لو بصينا على حته المايك، حته المايك هنا هتدخل على علامه السماعه اللي تحت دي، تمام، هتلاقي الانبوت سورس، انبوت سورس خليها اكسترنال مايك لو انت هتسجل من مايك خارجي، تمام. طب ايه بقى بقيه الامكانيات اللي على الشاشه دي وازاي استخدمها؟ دي بقيه يعني الامكانيات دي برضه بتساعدك في تحسين الصوره بشكل احترافي. يستحسن انك تخلي الايزو، الايزو دي قوه الاضاءه اللي داخله للكاميرا او للعدسه بتاعه التليفون، خليها دايما تحت ال 1000، ما تزودهاش اعلى من ال 1000، دي بتدي احترافيه شويه للصوره. طب الشاتر ده اللي هو ايه؟ الشاتر دي هي سرعه قفل وفتح العدسه لالتقاط الصوره، ان خلي بالك الفيديو هو عباره عن مجموعه صور، فانت بتتحكم في سرعه العدسه دي، يستحسن دايما تخليها 60. لو هتصور على 30 فريم في الثانيه يبقى الشاتر خليه 60. طب الدبليو بي اللي هو الوايت بالانس خليها دايما اوتو، الفوكس خليه يعني مثلا خليه في الميدي مفيش مشكله يبقى مانوال، تمام، ممكن تخليه اوتو فوكس، يستحسن تخليه اوتو فوكس. الزوم ده انت بتتحكم في الزوم الخاص بالصوره، شوف انت عايز تزوم عايز تبعد مفيش مشكله، مفيش ادنى مشكله، تمام. فعلا البرنامج ده حرفيا بيحول التليفون لكاميرا احترافيه. ميزه برضو مهمه جدا في البرنامج ده اللي هو ان انت في مؤشر هنا ان المايك شغال ولا لا، يعني لو انا كده بدات تصوير هتلاحظ ان في مؤشر اخضر فوق شغال. ساعات بنقابل مشاكل مع المايكات على التليفونات، فالمؤشر ده وانا قابلتها شخصيا، فالمؤشر ده بيبين لك ان كان الصوت شغال ولا لا، فدي برضو ميزه جميله جدا مش موجوده حتى في برنامج اوبن كاميرا وموجوده في البرنامج ده. لو بصينا برضو فوق هنلاقي ان في بعض الامكانيات الاضافيه او بعض المؤشرات اللي بيضيفها لي البرنامج، زي مثلا انا ممكن اصور كام ساعه على مساحه 85 جيجا اللي هي جنبها دي الافيلبل، بيديني فتحه العدسه اللي انا بصور بيها، طبعا بيديني البطاريه وبيديني برضو الفلاش، ممكن اتحكم في الفلاش من هنا، وبرضو المايك لو انا عايز اوقف المايك اوف او اشغل المايك مفيش ادنى مشكله، تمام. دي برضو بعض الامكانيات اللي بيضيفها لي البرنامج على الكاميرا. نيجي بقى للجزء الثاني بتاعنا من الفيديو، المايك. اي فيديو ممكن جدا تبقى الصوره مش ولا بد، ممكن تبقى الصوره مش احترافيه قوي، ممكن تبقى الاضاءه فيها مشكله او حتى الصوره فيها نفسها مشكله، بس انت ممكن تتفرج على الفيديو بسبب الصوت وبسبب الشرح فبيبقى واضح. اهتمامك بالصوت واهتمامك بالمايك مهم جدا. افضل مايك للمبتدئين تبدا قناه سواء كان موبايل او حتى لو معاك كاميرا هو مايك بويا ام 1، ده مايك تقريبا كل اليوتيوبرز عارفينه، لان المايك سعره خفيف يعني مش تقيل قوي على الناس، يعني في حدود يعني انا جايبه ب 150 جنيه. بس خلي بالك ان في للاسف المايك ده في منه مضروب كتير. اهم حاجه لما تشتري المايك ده هو زي ما قلت لك سعره 150، بيتراوح ممكن تلاقيه على بعض المواقع 180، بعض المواقع 200 جنيه مش مشكله. بس للاسف في منه مضروب كتير. اهم حاجه لما تشتري المايك بتلاقي عليه زي سيريال نمبر، مش عارف هيبان ولا لا، صعب انه يبان. بتلاقي عليه زي سيريال نمبر، بتخش على موقع الشركه بويا.com وبتكتب السيريال نمبر، بتعمل كده زي خدش، زي تخدش حاجه زي كارت شحن النظام القديم ده، بيظهر لك اربع ارقام، بتلاقي الاربع ارقام دول قدامك على الموقع. لو لقيتهم هم اعرف ان المنتج بتاعك اصلا. وخلي بالك من المكان اللي بتشتريه منه، ما يغركش انك ممكن تلاقيه ب 100 جنيه ب 120 جنيه، ما يغركش، ممكن جدا يكون مش اصلي. المايك ده اللي بسجل بيه، المايك ده بيكون بكليبس كده بيبقى اسمه نيك مايك، يعني من النوع اللي هو بيتعلق زي اللي انا شايفينه في التيشيرت ده، بعلقه صوته ممتاز جدا، يعني كبدايه ممتاز، في مايكات اغلى من كده، في مايك بيوصل سعره 3000 جنيه بيبقى بستاند والكلام ده، بس خلي بالك لو هتصور بموبايل يبقى هو ده انسب
مايك ليك انك تشتري، لان مش اغلب المايكات بتشتغل بعد كده على الكاميرات، المايكات اللي هي اغلى من كده بشويه هتلاقيها بتشتغل على الكاميرات مش هتشتغل على الموبايل. فتخلي بالك وانت بتشتري، اتاكد ان المايك اللي هتشتريه هيشتغل على الموبايل لو انت لسه مبتدئ وبتشتغل بالموبايل. هقول لك بقى على ميزه وعيب ظهر معايا في المايك ده مع التليفون. الميزه ان المايك سلكه 6 متر، فبيسمح جدا انك تتجول وانت شابك المايك مع الكاميرا او التليفون بدون اي مشاكل، عادي جدا ممكن تظبط السيت اب بتاعك قبل التصوير وانت شابك المايك النيك مايك بتاعك عادي جدا مع التليفون بدون اي مشاكل. 6 متر يعني طول كبير جدا يسمح لك انك تتجول في المساحه اللي انت عايزها. طب العيب ايه بقى؟ العيب ظهر مشكله مع توصيل المايك مع بعض التليفونات، حتى البايع كان معايا بصراحه محترم جدا وقال لي خلي بالك لو انت وصلت المايك بالتليفون وما سجلش معاك في الفيديو لازم تنزل برنامج من البرامج اللي انا قلت لكم عليها النهارده في الفيديو واللي انا شرحتها شرح مبسط، وتمشي مع الاوبشن اللي هو بيقول لك اكسترنال مايك، لازم تختاره عشان المايك يشتغل معاك بدون اي مشاكل. وبكده يبقى خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. كده السلسله 3 حلقات عملناها، اول حلقه كانت على ترايبود، تاني حلقه كانت عن اللايت للسايت، تالت حلقه كانت على البرامج المساعده في تشغيل الكاميرا والمايك اللي بنستخدمه. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسانيش لو عجبك الفيديو استاذنك ما تنسانيش بلايك، لو عجبك محتوى القناه سبسكرايب، فعل زر الجرس وان شاء الله عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم.